ولنقاش تجدد أزمة البرنامج النووي الإيراني والانتقادات الأوروبية للنظام الإيراني حول هذا الشأن، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. أهلا بك سيدي. أهلا بكم وبمشاهدي قناة الرهد. شكل منع إيران مفتشي الوكالة وكالة الطاقة الدولية الذرية الطاقة الطاقة الدولية للطاقة الذرية شكل منع دخول المنشآت النووية جدلا واسعا، ما دواعي امتناع إيران عن فتح منشآتها أمام المفتشين الدوليين؟ بالطبع الدواعي امتناع إيران عن منع دخول مفتشي وكالة الطاقة النووية الدولية هي العمل بالدرجة الأولى بشكل سري في مواقع سرية كشفت بعد 17 عام، يعني منذ 2001 2002 بدأوا بمواقع سرية لصنع السلاح النووي والهيدروجيني، وكشفت مؤخرا خلال السنوات الماضية. وفي التسعة أشهر الماضية حضر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في مجلس الوكالة في فيينا وكشف عن موقع يقع بين مدينة شيراز وبين مدينة أصفهان بالشمال مدينة آبادة. فهذا الموقع كان موقع يعتبر سري، طلبت الوكالة الدولية أن يتم تفتيش الموقع وإيران منعت ذلك لحد الآن وتماطل وتراوغ، كما أن هناك مواقع أخرى تشتغل عليها الوكالة الدولية وخبرائها، ولكن لحد الآن لم تحصل على جواب مقنع من قبل النظام الإيراني أنه ما بعد عمل هذه المواقع، ما الأدوات التي استخدمت في هذه المواقع، ما هم الخبراء الذي استخدموها وإلى آخره. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنها ملتزمة أو غير ملتزمة بهذا الاتفاق، كيف تتوقع أن تكون ردود الفعل الأمريكية حيال المحاولات الإيرانية لحيازة السلاح النووي؟ بالطبع إيران لا لديها طريق غير المراوغة. في البداية أعلن سفير إيران في وكالة الطاقة النووية أن هذا القرار قرار غير ملزم، والجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف ترد، لديها أدوات الرد، بمعنى أن إيران قد تخرج من البروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية زيارة المواقع السرية وغير السرية في إيران. هذه الورقة كانت تلوح بها طهران، ومن جهة أخرى بمواد ذلك سافر قبل أيام جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو، ولكن تلقى رد من قبل موسكو في هذا الإطار تحديدا، حيث بعد ذلك تغيرت وجهة النظر الإيرانية أنه خروج إيران، هناك نصيحة موسكو لطهران هكذا أن خروج إيران من البروتوكول الإضافي بمعنى خنق إيران، وهذا ما حدث في أولى محطات نشر الخبر. هذا في أولى خطوة نشر هذا الخبر ارتفع سعر الدولار في الأسواق الإيرانية، وهكذا أسعار الأسواق كلها، ما يؤدي إلى كل الاقتصاد الإيراني فيضعه على الأرض. كيف يفسر تحول الموقف الأوروبي من موقف داعم للاتفاق النووي الإيراني إلى موقف ينتقد إيران، وبعض الدول الأوروبية تحضر مشروع ينتقد إيران في هذا الشأن؟ بالطبع جاء الموقف الأوروبي الألماني الفرنسي البريطاني التي كان في 2015 داعم للموقف الإيراني، اليوم جاء منتقدا لهذا الموقف، جاء منتقدا لتخبئة إيران لعدة مواقع سرية عسكرية. فحين كشفت هذه المواقع من قبل المخابرات الدولية، هنا كشف كذب النظام الإيراني أمام العالم. وهنا يعني إذا هذه الدول تبقى بالموقف السابق وتدعم النظام الإيراني، بمعنى أن تدعم صنع السلاح النووي، بمعنى أنها تدعم نظام بلطجي في العالم، نظام مخل للأمن الدولي والنظام الدولي، فهذه الدول لا لديها أي طريق سوى انتقاد إيران والوقوف بجانب الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.